السلام عليكم. جميع المسلمين يعرفون سورة البقرة ويعرفون قصة بني إسرائيل مع البقرة، لكن البعض لا يعرف ما السبب في اختيار الله سبحانه وتعالى البقرة لبني إسرائيل. تعرفون القصة وسأشرح القصة باختصار، لكن لماذا الله اختار بقرة، ما اختار حصان، ما اختار خروف، اختار عنز، تيس، غير بقرة؟ ما سبب اختيار البقرة؟ سأذكر القصة باختصار وسأجيب على هذا التساؤل في الأخير. بداية القصة كان يقول في رجل ثري جدا جدا، والوريث الوحيد له ولد أخوه، طبعا يحتريه يموت حتى يرثه. طول الرجال ما مات، قال مالي لا أقتله. فجاء يوم في ليلة ظلماء وقتل عمه. وش يسوي فيه؟ أخذ جثته وحطها بينهم وبين قبيلة مجاورة لهم. القبيلة المجاورة هذه بينهم خلاف أصلا طويل، حتى يبغى يتهم القبيلة المجاورة. جاء الصباح وقام يصيح ويقول عمي عمي، وطالب بثأر عمي، وطالب بدم عمي، فضج خلاف بين القبيلتين وكادوا يقتتلون. جاءهم واحد قال كيف تقتتلون تختلفون وعندكم نبي، نبي ورسول من الله موجود، موسى عليه السلام. قالوا نشاور موسى عليه السلام. فذهبوا إلى موسى عليه السلام واستشاروه. جو عند موسى عليه السلام وقالوا له القصة وكذا وكذا. وش قاله موسى عليه السلام؟ قال اذبحوا بقرة، الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال بقرة؟ وش دخل بقرة في الميت؟ أتتخذونه هزوا؟ يعني عقول ما تتخيل، لأن جايين يقول لك في واحد مقتول، نبغى نطلع لنا تحقق لنا منه القاتل، تقول اذبحوا بقرة، ما تدخل روسنا دي. قال اذبحوا بقرة. يوم شافوا صامل ونبي يقول اذبحوا بقرة، وش نسوي عاد؟ يلا بنذبح بقرة. وكانوا يحبون البقرة، فقالوا يبون يعقدون المسألة شوي. بقرة، لاحظ، بقرة نكرة، نكرة تفود العموم، أي بقرة، ما حد حدد لكم، اذبحوا بقرة بس. قالوا لا، وضح لنا ما هي، وش نوع البقرة هذه، وضح وشي. طيب ما حد قال لكم وش، ما حد طلب منكم؟ قال لا، نبغاك توضح لنا وش نوع البقرة. يبون تعقيد شوي في الموضوع حتى لعل موسى يغير رأيه على البقرة. فقالوا يا موسى ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، البقرة كثير، فيبغون يعقدون. فقال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، يعني لا كبيرة ولا صغيرة، وسط. خلاص وضح لكم، روحوا اذبحوكم بقرة وسط. قالوا لا، ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. لونها وايش تبون في لونها؟ تعقيد، مسألة تعقيد، يبون يطولون المسألة ويبون يعقدون الوضع، وعقدوا على أنفسهم لأنهم مجبرين يذبحون بقرة. طيب يذبحوا أي واحدة؟ قالوا ادعو لنا بكمل. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. يلا ها دوروا لكم بقرة صفراء، قال لكم أي بقرة ثم تقول بقرة بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يلا هذه مواصفات صعبة، روحوا دوروا. طيب وضحنا لكم لون البقرة، وش باقي بعد؟ قالوا لا، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. وين تشابه؟ يعني بقرة صفراء وين تلقونها فيه؟ قالوا لا، البقرة الصفر كثير تشابهت علينا، معنا مو كثير بس هم يبغون يعقدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. يلا ها جيبوا ذا الوصاف من ورق شوكم. لا ذلول تثير الأرض، يعني ما بقرة وحيشة شوي ولا تنفع في الحرث، لا ولا تسقي، ومسلمة يعني سالمة من كل العيوب، ما فيها ولا عيب. لا شية فيها يعني ما فيها ولا لون غير الأصفر، ولا خط أبيض ولا خط أسود ولا صفراء، لا شية فيها يعني ما فيها لون مختلف غير الأصفر، فقط أصفر في أصفر. يلا دوروها عاد. قالوا الآن جئت بالحق، يعني قبل ما كان بالحق، قبل ما كان حق. شوفوا كيف بني إسرائيل وتعنتهم، قالوا الآن جئت بالحق. طيب يعني يوم عقدكم صار حق، وقبل معطيكم حرية الاختيار مو بحق، لكن تعرفون عقول بني إسرائيل كيف متحجرة. طيب يلا دوروا عدد البقرة في هذه المواصفات. يقال من بني من أخبار بني إسرائيل أنه بحثوا فوجدوها بقرة واحدة تتصف هذه المواصفات، أن عند امرأة عجوز أم أيتام، فشار عليها واحد قال شدي عليهم شوي ولا تبيعينها بسهولة. يقال أنهم أخذوا وزنها ذهب، حطوها في ميزان لين وزنوها ذهب وعطوها هذه العجوز وأخذوا. يقال هذا من الإسرائيليات، فأخذوا البقرة ذبحوها، وما كادوا يفعلون، ما كان ودهم يذبحونها، مرة فيه تغطرس شوي وفيه عناد، لكن ذبحوها. طيب يوم ذبحوها وش سووا فيها؟ يقول الله سبحانه وتعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى.
ببعضها، ما حددوا أي جزء منها، أي لحمة منها، أضربوه ببعضها. يقال أن هذا الميت قد تعفن جسمه من كثرة التدوير ذا البقرة، وطولوا عليه فتعفن جسمه، فحطوه على سرير أو على طاولة، وجمعوا الناس كلهم نساء ورجال كلهم، تعالوا جمعوهم كل الناس، حتى هو الآن بيقوم بيحدد الميت، عفوا بيحدد القاتل. فضربوه بهذا اللحم، بلحم البقرة من الله، الله أراد أن يمتحنهم ويختبرهم. فعندما ضربوه قام، وموسى عليه السلام بجواره قال تحيا بإذن الله. شوف العقيدة، أن ما حيا بنفسه ولا بسبة البقرة ولا لحم البقرة، لا بإذن الله، تحيا بإذن الله. فقام جلس يناظر فيهم، والناس هدوء. ولك عاد أن تتخيل الموقف المهيب المخيف المرعب، شخص ميت وجثته كادت تتعفن، ثم يضرب بلحم بقرة، ثم يقوم يرجع للحياة، يرجع حياته شكلها الطبيعي مثل ما كان قبل ما يموت. يقوم كذا ويقعد يناظر في الناس ويبحرق عيونه فيهم، وكل واحد ساكت وكلهم خايفين ينتظرون، بس لو أشار حتى لو بالغلط بالكذب على واحد ذبحوه، أنا خلاص هذا معجزة. فقعد يناظر 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 لين لقى ذاك الغليم الوليد ولد أخوه، قال هذا وأشر عليه، وطب العالم كلهم على ولد أخوه ويمسكونه. ثم هذا رجع وقال موسى عليه السلام قال تموت بإذن الله، فرجع كما كان ومات، رجع إلى وضعه الطبيعي. مسكوا هذا وحققوا معه وكملوا، عاد خذ حقه من الضرب والطق قبل ما يموت. طبعا ليش ضربوه؟ لأنه يستحق. في خبث تقتل عمك ثم تروح الطالب بدمه، لا وتروح تحط بين قبيلتين حرب ومشاكل، إذا في خبث يستحق ما جاء. طيب الجواب على السؤال ليش الله اتخذ بقرة وأمر بذبح بقرة ولم يأمر بشيء آخر؟ تعرفون قصة السامري يوم بنام عجل، عندما نجى الله موسى من فرعون، مروا على قرية فيها ناس يعبدون العجل، فقال نبغى عجل زي هذولي، فنهاهم موسى عليه السلام. عندما سافر موسى جاء السامري وجمع ذهبهم وبنى لهم عجل وكونهم عجل، وجلسوا يعبدون هذا العجل فترة، إلى أن جاء موسى ونهاهم عن باقي حب العجول والأبقار في قلوبهم. فراد الله أن يميت حب الأبقار في قلوبهم ويبتعدوا عن هذه العبودية. قبل هذا عندما أحيا الله هذا الرجل، والله فيها عبرة عجيبة. العبرة في إنسان مات وتحلل، ثم يضرب بلحم بقرة، ثم يقوم يرجع له الحياة كما كان. أليس في هذا دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى؟ قصة حقيقية، ما حد يقول هذه خيال، قصة حقيقية مذكورة في القرآن. فالله سبحانه وتعالى أحيا هذا الميت المتعفن، ثم قام ودل على القاتل، ثم عاد ليموت. الله سبحانه وتعالى ليحيي هذا، أليس قادر أن يزيل الهموم من قلبك؟ أليس قادر أن يوفقك؟ أليس قادر؟ لا تقول مستحيل، لا مستحيل عند الله سبحانه وتعالى، لا مستحيل عند كلمة كن فيكون عنده سبحانه وتعالى. ذلك إذا أردت شيئا من الله فاسأل الله وثق بالإجابة سبحانه وتعالى وستحقق لك ذلك. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة سبحانه وتعالى.